أهلا بكم مجددا. كشفت صفحات إعلامية موالية عن نية نظام أسد فتح معبر مورك في حماة من جديد، ليطرح افتتاحه تساؤلات عن استخدام المعبر كصلة وصل بين مناطق سيطرة النظام في دمشق وحلب واللاذقية. المزيد من التفاصيل في التقرير ونعود للنقاش. يبدو أن معبر مورك الذي كان يوصل مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية والفصائل قبل توسع تلك الميليشيا والسيطرة على المدينة والتقدم باتجاه خان شيخون وغيرها من المناطق بدعم من طيران الاحتلال الروسي، سيعاد افتتاحه من جديد من قبل نظام بشار الأسد، ولكن هذه المرة لا للغرض الأول الذي استخدم من أجله، وإنما لاستخدامه كنقطة وصل لطريق دولي يربط مناطق سيطرة النظام في كل من محافظات دمشق وحلب واللاذقية. المعبر ووفقا للعديد من الصفحات الإعلامية الموالية للنظام يعاد تجهيزه لجعله منفذا تجاريا كما كان سابقا، ويثير وراءه العديد من التكهنات حول تغير في خريطة تقدم ميليشيا أسد وقوات الاحتلال الروسي، خاصة بعد الاجتماع الثلاثي الأخير في أنقرة بين تركيا وروسيا وإيران. فالمعبر يقع جنوب مركز المدينة بمسافة 4 كيلومترات، ليتم إيصاله بطريق الدولي M5 الواصل بين دمشق وحلب. أما بالنسبة لطريق M4 الواصل بين مدينتي اللاذقية وحلب مرورا بجسر شغور وأريحة وسراقب، فسيمثل معبر مورك بديلا عنه، وذلك عن طريق بيت ياشوط المار بسهل الغاب باتجاه مورك، ومنها على الأوتوستراد الدولي نحو حلب. جملة التحركات الجديدة لنظام بشار الأسد فيما يخص معبر مورك والحديث عن الطرق الدولية الرئيسية في سوريا M4 وM5 من جديد دفعت العديد من المحللين للقول بوجود اتفاق روسي تركي لتحويل خان شيخون لمركز محافظة إدلب بإشراف تركي روسي مشترك، وتكهنات بوقف الحملة العسكرية التي تقودها ميليشيا أسد في المنطقة. فهل يعتبر إعادة فتح المعبر وفقا لما ورد سابقا إشارة إلى أن ميليشيا أسد لن يكون بمقدورها فيما بعد التقدم باتجاه المدن التي تربط طريق حلب اللاذقية، وأنها قد رضخت لما تم الاتفاق عليه بين الروس والأتراك في اجتماع أنقرة؟ وكيف ستكون ردة فعل الفصائل المقاتلة في حال طبقت التغييرات المذكورة على أرض الواقع؟ حول هذا الموضوع معنا العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي من اسطنبول. أهلا بك. كما ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي فراس رضوان أوغلو من اسطنبول. مساء الخير وأهلا بكما سيادة العميد. يعني ما هي أسباب تجهيز معبر مورك، وما المقصود بمعبر تجاري في تلك المنطقة، وهل فعلا من الممكن أن يستغني نظام أسد عن الطريق الدولي في تلك المنطقة بتجهيز معبر مورك واعتبارها نقطة بديلة؟ الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع. مساء الخير ست أحلام، تحياتي إليك ولضيفك الكريم. مساء الخير لكل السادة المشاهدين. يعني نحن بالمرحلة الأخيرة عم نعيش نوعين من النفاق الأسدي والنفاق الروسي، وهناك البعض من يساعدهم من قبل الشرعيين، هذول المنافقين اللي موجودين ببعض الفصائل اللي عم يساعدوهم بهالكلام. يعني شفنا من خلال بعد 4 شهور أو من 4 شهور الماضية لما طلعنا وقلنا للناس جميعا أنه هناك سيناريو يخطط للمناطق المحررة، وأنه أرياف حماة ليست مناطق خفض تصعيد، وأنه كل هذا كذب روسي. جربناه بالقصير، جربناه بريف حمص، وجربناه بالغوطة الشرقية، وجربناه بالجنوب مناطق خفض التصعيد، هي مناطق انتظار. جهزوا جبهاتكم، جهزوا التحصينات، جهزوا حقول الألغام، جهزوا الأنساق الثانية. خرجوا علينا هذول الشرعيين واستمعوا لنظام الأسد، ومن أنه لا بأرياف حما ما رح يصير شيء أبدا، ومن أنه الأمور طبيعية، وشفنا النتيجة كانت خسرنا ريف حما، خسرنا أكبر 4 مدن موجودة من مناطق المحررة، وصل لخان شيخون، هجرنا 1 مليون مواطن باتجاه الحدود. اليوم في كذبتين عم ينكذبوا علينا،
الكذبة الأولى اللي هي أنه يا جماعة النظام ما بده يسيطر على المدن، بده يوصل لسراقة، بده يوصل لمعرة النعمان، لأريحة، لجسر الشغور، ما رح يدخل الجيش أبدا، فقط بدها تدخل مؤسسات الدولة، خدمات الدولة. يعني وكأننا عم نتعامل مع نظام من الملائكة جاية، وكأنه ما بنعرف نظام الأسد ولا بنعرف مجرمي الأسد ولا بنعرف سطوة الأمن الأسدي وسطوة الشرطة وسطوة المخابرات. وبالتالي هي الكذبة الأولى اللي هلا النظام عم يحاول يروج لها. النقطة الثانية أيضا هي نقطة المعابر، ومن أنه النظام عم يفتح معابر ما بين المناطق المحررة وما بين المناطق اللي بيسيطر عليها النظام، وتعالوا يا أولاد السوريين تعالوا ارجعوا على سوريا، الحدود الأردنية مفتوحة، الحدود لبنان مفتوحة، مطار دمشق الدولي مفتوح، ما رح نحاسب حدا، هي رح نفتح لكم نقطة في مورك كمان مشان ترجعوا لعند النظام. أنا بعتقد هاي الممرات إذا بدنا نسميها بنسميها ممرات الموت، ممرات العبور إلى جهنم. وبالتالي اليوم ضمن هالكذب هذا. هلأ بالنسبة للطرق الدولية، أنا بعتقد هذا الكلام قدمناه نحن من حوالي 9 أشهر بالضبط. يعني لما قيل من أن هناك اتفاق سوتشي ومن أن النظام يريد الوصول إلى الطرق الدولية وتم التوافق عليها، قلنا أن الطريق حلب دمشق يمكن فتحه عن طريق تأمين نوع من التنسيق ما بين الجانب التركي والروسي. شرق السكة 10 كيلومتر منطقة عازلة ترعاها الشرطة العسكرية الروسية، غرب السكة وشمالها هي منطقة عازلة ترعاها النقاط التركية، ويتم فتح الطريق من دمشق إلى حلب بطريقة ما. أما طريق اللاذقية حلب فهذا مستحيل يفتح، يعني هذا من منطقة بدامة، وحتى دخول حلب حوالي 100 كيلومتر يمينة ويسارة يسيطر عليها الجيش الحر، ووصول الشرطة العسكرية التركية وبين هلالين وقت بقول الشرطة العسكرية التركية كأني عم بقول نظام الأسد، كأني عم بقول حزب الله وإيران، لأن هدول الأساس اللي بدهم يدخلوا. فوصولهم لطريق حلب اللاذقية لا يمكن، وبالتالي قدمنا بديل أنه يمكن الاستعادة على الطريق M4 بطريق آخر، هو طريق الاستراد الدولي عين الشرقية اللي بيطلع من اللاذقية باتجاه جبلة، بعدين بينعطف باتجاه عين الشرقية بينزل على الغاب، بعدين أمنوا هالوصلة الصغيرة ما بين جورين وما بين مورك، ومن ثم يلتحق بطريق دمشق حلب ومننتهي من الموضوع هذا، ويعطى للمنطقة المحررة ضمان وهدنة دائمة أنه ما يصير فيها مشاكل. لكن اللي صار على أرض الواقع ما هذا اللي صار، اللي صار أنه النظام وصل لخان شيخون وسيطر على طامنة وسيطر على كفر زيتا وسيطر على مورك وسيطر على كل المناطق هذه، واليوم يفتح طريق آخر باتجاه كفر سجنة كفرنبل، دمر هالمنطقة كلها، أبادة كلها، دمر بيوتها كلها، لم يعد هناك ناس، وأيضا دمر المعرة وأرياف المعرة الشرقية. بمعنى أنه النظام استعينه على الطرق الدولية يمينة ويسارة. صحيح. وبالتالي أنا بعتقد اليوم بدل من أن نقوم يعني بتلك السيناريوهات، ولكن أيضا هناك تساؤل في ذات السياق سيادة العميد، أنه لماذا نقطة مورك؟ يعني لماذا اختارت ميليشيا أسد معبر مورك، ولماذا لم تختار مثلا خان شيخون؟ يعني هذا السؤال هام جدا جدا. يعني أولا واضح من أنه هناك غضب تركي لا شك فيه، وواضح أنه القمة الثلاثية ببعيدا عن كل ما ينقل عنا. يعني أنا مبارح وأول مبارح بسمع 6 نقاط تم التوافق عليها، يا جماعة منين جايبين هالكذب هذا؟ يا جماعة ليه عم تكذبوا على الناس على أهاليكم بالمحرر؟ ليه عم تقولوا كلام ما صار؟ بوتين طلع بكل صفاقة وقال سندعم جيش الأسد للوصول في إدلب وفي معارك إدلب لتحريره من الإرهاب. والإرهاب بالمفهوم الروسي كل من حمل السلاح ضد نظام الأسد، وبالتالي هو لم يقل هناك هدنة. اليوم بمجلس الأمن استخدم الفيتو، استخدم الفيتو ضد قرار لوقف إطلاق النار وضد الهدنة. 2، اللي استمع مبارح بالذات بعد القمة ما قاله الرئيس أردوغان بأحد خطبه اللي قال مبارح أمام لجنة من حزب العدالة والتنمية، قال هناك خطورة على المناطق المحررة، لن نستطيع استقبال 4 مليون إضافيين. شو معنات الكلام هذا؟ معناته هو بيعرف في أعمال عسكرية بدها تتم، بيعرف أنه هناك تحضير لعمل عسكري. اليوم الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن واضح من أنها ترفض أي هدنة وأي وقف إطلاق تلتزم معه. إنما لماذا مورك؟
وليس خان شيخون. نعم. اليوم سيادة العميد دعني أرى رأي يعني الأستاذ فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي التركي في هذا الموضوع. أستاذ فراس، يعني خطورة عسكرية على لسان الرئيس أردوغان حول ما يجري في إدلب اليوم، يتزامن مع التجهيز لافتتاح معبر مورك، والجدير بالذكر طبعا أنه هناك نقطة مراقبة تركية في تلك المنطقة، نقطة مراقبة مورك. ما هو الدور التركي في هذا الطريق، وما هي الخطورة التي تشكل افتتاح هذه النقطة أو هذا المعبر؟ الحقيقة هناك عدة نقاط مهمة جدا في هذه القضية. النقطة الأولى أن دمشق وروسيا مصرتان على استكمال كل السيطرة حتى الحدود إلى الحدود التركية، وهذه ربما نقطة الصدام التي حصلت أخيرا بين تركيا وروسيا تحديدا. النقطة الثانية هي أن تركيا بدأت تشعر بحقيقة الخطر، أن حتى نقاط المراقبة التي لديها الثامنة وربما التاسعة أيضا ستكون تحت الحصار، بل حتى أن دمشق بدأت تقول يجب إخراج هذه النقاط، ليس لها دور. وكان الرد قوي من أردوغان نفسه، الرئيس أردوغان قال إذا كان هناك أي اعتداء سنرد بقوة وبحزم. إذن هناك تخوفات. النقطة الثالثة هي لابد من إثارة قضية اللاجئين، لأن هناك خلاف تركي مع الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي تراخى بشكل كبير، بل حتى أنه رمى طيب القضية يعني السورية مع الحديث يا أستاذ فراس، يعني لا تزداد هذه الخطورة مع الحديث عن تجهيز معبر مورك لافتتاحه من قبل ميليشيات أسد والنظام، ألا وخصوصا أنه هناك تجهيزات عسكرية أيضا في المنطقة، ألا تخشى تركيا على الواقع الذي تتحدث عنه، القضايا التي تتحدث عنها أيضا؟ نعم، هذه قضايا مرتبطة كلها ببعضها. يعني أنا كنت سأتابع وأقول أن مسألة الاتحاد الأوروبي وضغطه على روسيا هذا وارد جدا، لذلك تركيا لابد من أن تقول هذا الكلام، يعني لن تستقبل الملايين إذا حصل هذا، ربما ستطرح القضية المدنيين إلى الخارج، ولكن هذا لا يعني ربما أن قد تسلم الجيش السوري، هل قد يسلم مثلا سلاحه أو لن يكون هناك قطار، ربما هذه قضية أخرى، قد تدعم تركيا أو لا هذه قضية أخرى، ولكن مسألة المدنيين هذه قضية. النقطة الثانية شرق الفرات أيضا، تركيا تقول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك نقطتين لا تدعمان بهما، النقطة الأولى غرب الفرات وهي أنكم لا تدعموننا ضد روسيا، بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط وبشكل كبير على إيقاف العمليات العسكرية، هذا لم تفعله. أيضا شرق الفرات تركيا تقول لا يمكن يكون غرب الفرات أيضا كرة نارية وشرق الفرات مرتاح، وهذه نقطة سورية وهذه منطقة سورية، فلماذا يأتي أيضا لاجئون إلى تركيا؟ هذه أيضا قضية حسابات داخلية. يعني ولكن أستاذ فراس، يعني الأولوية اليوم بالنسبة لتركيا بين ضمن كل هذه الاتفاقيات هي شرق الفرات، هل تساوم اليوم تركيا على إدلب مقابل شرق الفرات بما نراه اليوم؟ لا أعتقد ذلك، هي تستغل ممكن أو تستفيد من القضية التي تحصل غرب الفرات مقابل شرق الفرات لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وآخر ما صرح به الرئيس أردوغان في الأمس قال خلال أسبوعين إذا لم يكون هناك خبر حقيقي أو تحرك حقيقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنتحرك بمفردنا شرق الفرات. طيب. هي مرتبطة كلها ببعضها، لكن النقطة الأخيرة والمهمة جدا هي تركيا الآن تشعر بالخطر، لأن وصلت الأمور على حدودها دون ترتيبات سياسية لا مع موسكو ولا حتى مع طهران، حتى في قضية ما يسمى الدستور القادم في سوريا أو حتى حل القضية في سوريا. وهناك أيضا أعتقد نوع من التلبك في السياسة التركية أخيرا في بعد مسألة خان شيخون، ولذلك ربما أن يحصل هناك صدام تركي روسي في مسائل سياسية أو أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين. نعم سيادة العميد، هل ترى أنه فعلا هناك تخبط تركي أم أنه هناك يعني أولويات بالنسبة لتركيا، وكيف ستستثمر روسيا في هذا التخبط التركي إذا كنت توافق عليه كما ذكر الأستاذ فراس؟ يعني بالتأكيد هناك تردد تركي، بالتأكيد هناك مخاوف تركية، بالتأكيد اليوم تركيا ضعيفة،
اليوم لا تستطيع أن تحصل شيء شرقي الفرات بعيدا عن كل ما يقال عبر الإعلام. بالنهاية الإرادة الأمريكية ستفرض وجودها. الفرنسيين والبريطانيين الموجودين شرق الفرات لن يسمحوا لتركيا بأن تفعل ما تريد وأن تنقل 2 إلى 3 مليون لاجئ كما قال الرئيس أردوغان. هذا الأمر مرفوض قطعا من قبل الغرب ومرفوض قطعا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في إدلب ومحيطها واضح من أنه تركيا اليوم اصطدمت بالواقع. كنا نقول أن تركيا عند بوتين أغلى من إدلب، فاتضح العكس من أن إدلب أغلى من تركيا، بدليل أن اليوم كل الطلبات التركية، كل الرغبات التركية، حتى نقاط المراقبة التركية أصبحت مهددة، بمعنى أن تركيا خدعت وخدع الشعب السوري في المناطق المحررة في إدلب. اليوم هناك جريمة ترتكب بحق 4 مليون ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء. تركيا غير قادرة على حماية نقاطها حتى تستطيع أن تحمي المحرر. وبالتالي اليوم خلونا نرجع لواقعنا، نرجع لفصائلنا، نرجع لإمكانياتنا الذاتية. لما طلعنا 2011 لم نكن نعول إلا على الله وعلى قدراتنا وعلى إمكانياتنا وعلى شبابنا وعلى أهلنا. اليوم ما بدنا دولة تدعمنا ولا نريد سلاح ولا نريد، نحن فقط بإرادتنا بشبابنا بإرادتنا الصلبة قادرين. اللي قالوا النقيب أو الوليد تمانع من يومين كلام خطير جدا. لم تكن هناك تحصينات، لم تكن هناك قيادة، لم تكن هناك حقول ألغام، لم يكن هناك تنسيق، لم تكن هناك أنساب تانية. اليوم رجعوا صلحوا هالمواقف هيدي. نعم، بالحديث عن الفصائل، كيف ستتعامل الفصائل اليوم مع هذا المعبر؟ يعني هل ستحافظ على المدن التي هي أصلا تسيطر عليها؟ هل ستعزز؟ يعني كيف ستنظر الفصائل إلى ما يجري؟ يعني أولا اليوم الفصائل وقت المقولة خلونا نفصل بين المقاتلين اللي هن شباب مساكين، شباب عم يقدموا ما يستطيعون، عم بيقاتلوا لاخر رماق، عم يستشهدوا، عم بينجرحوا رغم انه ما عم يتقدم لهم شيء ابدا. لا عم يتقدم لهم سلاح ولا عم يتقدم لهم اغاثه ولا عم يتقدم لهم دعم، لك حتى رواتب ما بيعطوهم. وخلينا نفصل بين القاده اللي حاطين مستودعات سلاحهم بالخلف خايفين عليها اكثر من المقاتلين، ومصراتهم اللي هربوها لبرا بالبنوك اللي خايفين عليها اكثر من المحرر. واليوم الكل شال حمله والقاه على تركيا. يعني تركيا بتقول في حرب بيحاربوا، تركيا بتقول في تسليم بيسلموا، تركيا بتقول انتظاري بينتظروا. هدول ليسوا سوار، هؤلاء اللي بده يكون سائر بتكون مرجعيته الشعب السوري، اللي بده يكون سائر بيكون شرف الشعب السوري هو مرجعيته. اليوم عندنا خيارين ما عندنا غيرهم، لا ادلب بعد ادلب. اليوم خيارين ما في غيرهم، اما نرضخ للبوط العسكري الاسدي ونرضخ لسلطه الاسد ويتشرشح شعبنا وينهان شعبنا وينزل شرفنا، أو نواجه. المواجهة ما بتكون بالكلام، المواجهة ما بتكون بالخروج عبر الصفحات، لا، المواجهة إلى ركائز، إلى دعائم، إلى أسس، إلى مبادئ، إلى قواعد. طيب، أهم وحدة صف، أهم غرف العمليات. تفضل باختصار. غرف العمليات أهم أن يكون عندنا وحدة قرار، أهم شيء أن نمتلك قرار مستقل. نحن نقول وين نحارب، نحن نقول أي جبهة بدنا نفتح، يعني عدم ارتهان الفصائل لقرارات خارجية كما نشاهد دائما. سألنا طبعا كمان اليوم مشاهدينا عن هذا المحور. بالتأكيد هذا الكلام صحيح. نعم، يعني لن نلجأ لأحد، لن نستمع لأحد. يجب أن يكون قرار داخلي، يجب يكون مرجعيتنا أهلنا بالمحرر. إذا أنا صاروخي وبندقيتي والبارود اللي بإيدي ما بدي استخدمه لشرف الناس اللي عم تتنزح. نعم. وتنقتل وتتدمر وتتشرد، لا بارك الله به قادر. طيب، دعونا نتابع مع النتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحات أورينت. سؤالنا اليوم كان بافتتاح معبر مورك، هل ستنتهي خطة روسيا للاستيلاء على إدلب؟ 19% بيشوفون أنه نعم ستنتهي هذه الخطة، بينما 81% ما بيشوفوا أنه روسيا رح تنتهي خطتها للاستيلاء على إدلب. أستاذ فراس، باختصار يعني كبير جدا اليوم مع الاستعدادات العسكرية ووصول روسيا إلى مناطق، يعني تركيا هي بعيدة عن كل الاتفاقات كانت فيها هذه المناطق، ما هو الموقف التركي؟ أعتقد أن على تركيا أن تكون حازمة بشكل واضح كبير جدا في المناطق التي تمس حدودها تماما، يعني من إدلب وما خلفها، وإلا
إما أن تدعم وتأخذ مصالحها، المصالح طبعا متعلقة أيضا مع أكثر من 8 ملايين سوري، وإما يعني أن تعلن الهزيمة، وهذا شيء سيء جدا ولا يمكن، يعني لا يوجد حل وسط أعتقد الآن. لذلك ربما القمة الأخيرة كان واضح أن هناك خلاف بين الأطراف، ولكن كان هناك إصرار تركي أنا رأيته في مسألة بقاء النقاط، عدم المس في الجيش التركي، إلا سيكون هناك رد قاسي ربما. والرسالة الأخيرة التي طرحت بأن إذا قصفت أو قصف المدنيين بحجة الإرهاب، أعتقد هي رسالة كانت لموسكو أكثر منها إلى دمشق، لأن الطائرات النافذة والتي ذات التدمير الواسع هي الطائرات الروسية وليس الطائرات نظام، لكن على تركيا تكون أكثر حزما أعتقد، وإلا ستخسر. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فراس رضوان أوكلو المحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. من إسطنبول أيضا كان معنا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.